الكونسبت تبع الشو هو انه 6 ديزاينرز عم بيعملوا كومبيتيشن والوينر بده يروح على نيويورك فاشن ويك. واو. عملنا هيدا الكونسبت تو جيف ا بوش للفاشن اندستري بالاردن. I was very surprised. عجبت كثير بشغلهم وما توقعت انه يطلعوا اوت اوف ذا بوكس هالقد، وان شاء الله اليوم بتشوفوا بتتفاجئوا. انا بلشت بمجال الفاشن ديزايننج اوفيشلي قبل 3 سنين. انا اكشلي خريجه بزنس ودمجت ما بين ماي اكسبيرينس بالبزنس وبالفاشن تو كرييت ماي اون براند. هلا احنا عاملين 5 outfits. They're made out of many separate pieces. هلا انا ام كلاسيك وكثير فيمينين بماي ديزاينز. هون الثيم تبعنا كان جوثيك فيوتشرستيك. بلشت من ازياء من 4 سنين. انا دائما بركز على الويست، ابين انه الفيمينيتي والسترونج بيرسوناليتي بالمره. صممت 5 قطع وكلهم احكون بين الجراي والبلاك، واستعملت فلكسي، فهي شيء جديد شوي بالفابريك. اليوم للترازمي فاشن شو عملت 5 قطع استوحيتهم من البريزنس والفيوتشر والنيتشر. فاستعملت جناح الاناتومي تبع جناح العصفور وعملت الستريشن منه، وبعدين حولته لليزر كاتينج على قماش. اليوم صممنا 5 لوكس. احنا اليوم عملنا اكثر على الفيوتشرستيك اكثر من الجوثيك، وطلعنا اكثر على السكاي سكريبرز وكيف الضوء ريفلكت اوف الويندوز وهيك. للقطع استعملنا بايات كبار، ودائما هيك عم بفكر عن وحده بالبارتي عم ترقص، فكان منها كل التطريز هيك يضل يتحرك، وهيك كله على شيدز اوف سيلفر، ابيض، نود، اسود. عملت 5 فساتين بثيم الجوثيك، ورجعت فيهم سنة ال50 وال60 تو انفسايز على الومنز بودي. استعملت بلاستيك، استعملت جبير، حاولت ابقى باللون الاسود، دخلت معه الفضي، حاولت اني اجمع بين الدرسز واكمل عليهم بالاكسسوارات. صممت 5 قطع مستوحى من الدارك سايد اوف الكونتمبرري وومن. قطعي فيهم كثير بيدنج قوي وفيهم كثير تطريز، والاقمشه اللي استعملتها ليس وجلد وجبير. الاشي اللي احنا عم نحضره اليوم اتس فيري نايس، لانه احنا قاعدين عم بنشجع هدول المصممين العرب انهم يبلشوا. فانا طبعا انا اكشلي لابسه هذا الجوليري ديزاين باي وان من الفاشن ديزاينرز اللي مشاركين، ريما دحبور، واي ثينك عندهم كثير تالنت. انا طبعا شفت الديزاينز وام سو امبرست، لان فعلا واحد احلى من الثاني، ابدعوا بالفابريك بالديزاينز بكل شيء. انا الين اعرفها من زمان جدا، وانا مش مصدق ان انا واقف قدامها كده، اللي هو ايه اللي هو بنحاور بعض، بس احنا يعني بره الكاميرا اللي هو الين.